بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من ميزنتيك لينفادينايتس امبرياتكس وانتو كول ات اب نورمال. في الجزء الاولاني اتكلمنا از ات سيجنيفيكانت اور نوت، دلوقتي هنتكلم عن ات از برايمري اور سكندري لينف ادينوباسي. اللينف ادينوباسي الميزنتيك بنقسمها لمجموعتين كبار، المجموعه الاولانيه اسمها البرايمري ميزنتيك لينف ادينوباسي او ليها اسم تاني اكيوت نون سبيسيفيك ميزنتيك لينف ادينايتس. المقصود ان احنا نقول ان هي نون سبيسيفيك او نقول ان هي برايمري لازم ان يكون بالالترا ساوند ذير از نو اذر باثولوجيكال فايندينج، انما كلينيك هتلاقي اذر فايندينج، يعني في ابدومينال بين، ممكن تلاقي مايلد فيفر زي ما هنشوف بعد شويه، انما راديولوجيكالي مش هنلاقي في الطفل دوت غير ان في انلارجد سيجنيفيكانت لينف نود موجود في الميزنتيك اريا. رقم اتنين، it is mostly due to viral infection. اما تيجي تاخد هيستو من العيان هتلاقي غالبا كان عنده previous upper respiratory tract infection before. ولازم بتاع الأشعة عشان نحكم ان هي primary لازم يعمل كومنت في الاخر يقول ان الابندكس is normal visualized and it is not appendicitis. السبب ايه؟ السبب ان البرزنتيشن بتاع الاكيوت ميزنتيك لينفادينايتس ممكن تكون تشبه الى حد كبير جدا الاكيوت appendicitis، فلازم. وتاني حاجه ان الاكيوت appendicitis ممكن يكون معاها ميزنتيك لينفادينوباسي، وبالتالي هو في التشخيص بتاعه لازم يكتب ان هي برايمري او ان هي ميزنتيك لينفادينايتس وذاوت appendicitis. النوع التاني اسمه السكندري وليه اسم تاني اللي هو سبيسيفيك ميزنتيك لينفادينايتس، ودي معناها ان في اذر باثولوجي رذر ذان الليمف نودز موجود في الالترا ساوندنج فايندنج. طيب ايه الكريتيريا بتاعت البرايمري ميزنتيك لينفادينايتس؟ الكريتيريا ديت بنقسمها لكلينيكال كريتيريا، لابراتوري كريتيريا، ديولوجيكال كريتيريا. اول حاجه بالنسبه للكلينيكال كاريتيريا، it is usually followed upper respiratory tract infection، يعني لما تيجي تاخد هيستوري من الام هتقول لك والله من اسبوعين او ثلاث اسابيع كان فعلا جاله دور برد او جاله فارنجايتس او جاله تونسلايتس. دايما البرايمري ميزنتيك لينفادينايتس اللي هي اكيوت نون سبيسيفيك بيبقى معاها اسوشيتد سيمتومز، اول حاجه الفيفر، بس غالبا بتبقى لو جريد فيفر من 38 38 ونص، ما بتبقاش 40، ودي فرق جوهري بين الاكيوت نون سبيسيفيك او ان هي تكون سكندري ميزنتيك لينفادينايتس. رقم اتنين، بيبقى معاها بعض جي اي ديستربنس زي يكون فيها نوزيا او فومتنج، او يكون معاها تشينج في الباول هابتس يوجوال ناحيه الدارية شويه. البين دي اهم جزء في القصه كلها، لان هو غالبا هو العرض اللي بيخلي الام او يخلي الاهل يتحركوا. الابدومينال بين ممكن يكون مايلد، بس الغالب ان هو سيفير وسيجنيفيكانت ابدومينال بين، بس بالرغم ان هو سيفير الا انه مش واصل لمرحله اللي هو سيفيري بروستريتد. بروستريتد يعني ايه؟ يعني ان هو مخلي الطفل يعني اكسهوستد ومنهك ومش قادر، يا هو البين بتاعت الاكيوت ابندسايتس، يعني الطفل برضه برغم ان فيه سيفير بين الا انه بيتحرك وبيروح وبيجي، وما تعمل له اكزامينيشن الدنيا ماشيه مش صعبه، بعكس الطفل اللي هو طبعا بتاع الاكيوت ابندسايتس لو تفتكر منظره طبعا في سيفير اجونايزنج ابدومينال بين. الكاركتر بتاع البين it is variable from mild discomfort or from discomfort to severe colic. الديستريبيوشن يوجوالي تيك ذا ديستريبيوشن اوف اكيوت ابندسايتس، يعني بيبقى بير امبلايكال وبيبقى في الرايت الياك فصه. التندرنس بيبقى في لوكال تندرنس غالبا في الرايت الياك فصه، برضه بتشبه الى حد كبير بتاعه الاكيوت ابندسايتس. طيب لو عملت تحاليل هتتلاقي اول حاجه الوايت بي سيز والانفلاماتوري ماركرز المايل تو مودريت اليفيتد. رقم اتنين، تعمل يورين اناليسيس طبعا تو اكسكلود يو تي اي. طيب الالترا ساوند، الالترا ساوند اتفقنا ان هو الزمين ستي فور دايجنوز اوف ميزنتيك لينفادينايتس، ولازم في الوصف يقول الثلاث صفات اللي احنا اتفقنا عليهم، العدد يكون ثلاثه فما فوق، السايز الشورت اكسس بتاعت الليمف نود تكون تساوي او اكتر من 8 مللي، وغالبا بتبقى موجود في الرايت الياك فوسه وفي البرا اورتك اريا، وما يكونش معاها ايفيدنس اوف اكيوت ابندثيتس او اكيوت انفلاماتوري بروسيس موجوده في
في الابدومين، يعني ما يكونش في فري فلويد في البروتون، ما يكونش في ثيكند في الوول بتاعت السمول باول او السيكم، كل ديت مانيفستيشن ان هي سكندري، انما لو هي طالعه نيجاتيف يبقى ديت ماشيه مع البرايمري. عشان نلخص الكلام بتاع البرايمري ميزنتيك ليمفادينايتس، بنقول ان هي غالبا بناين، ان هي سيلف ليميتنج، ولكن ممكن تاخد وقت، يعني ممكن تاخد اب تو 3 مانثس عشان تتحسن، فلازم يكون عندك طولة بال وتفهم الاهل النقطة دي كويس جدا. غالبا ان هي انون كوز، بس ممكن تبقى بوست فايرال انفكشن. الكوزنج ابدومينال بين از فاريبل، بس غالبا بيبقى سيفير ابدومينال بين انترفير وذ اكتيفيتي او اكزابيشن فروم ذا سليب، بس ما بيوصلش لمرحلة السيفير اجونايزنج بين بتاع الاكيوت ابنسايتس، بيبقى معاها مايلد اليفيشن الاكيوت فيس رياكتنت. والالترا ساوند طبعا الكارتيريا بتاعتنا اللي هو اكتر من 3 شورت اكسس اكتر من 8 مللي ومعاش اذر باثولوجيكال فايندنج، واتس دايجنوزس باي اكسكلوجن. ونرجع ونقول ونركز ان بتاع راديولوجي لازم يكتب ان الابندكس ماست بي فيجواليزد اند اتس نورمال تو كونفيرم ذا دايجنوز. طيب نيجي للجزئيه الثانيه. طيب هي بي سيجنيفيكانت ميزنتيك ليمف نود، بس انا شاكك ان هي ممكن تكون سكندري، ايه العلامات اللي تقول لي ان هي سكندري ميزنتيك ليمف ادينوباثي؟ لو وجدت واحده من العلامات السبعه دول سسبكت انك تبقى سكندري ميزنتيك ليمف ادينوباثي. رقم واحد، تلاقيت سكين راش زي في حالات الانفلاكتو بيربا، اتلقيت ارثرايتس او ارثرالجيا زي في حاله الانفلاكتو بيردا او الاف ام اف، اتلقيت هاي جريد فيفر 39 و40 زي في حالات الاف ام اف او في حالات الكولايتس، او فيري هاي انفلاماتو باور ماركرز زي في كل الاكيو زي في حالات كرونيك انفلاماتو باور ديزيز الاي بي دي، طبعا مشهوره بالاي اس ار بتاعتها العاليه، الاف ام اف الهاي اس ار بتاعتها، لو في لوس اوف ويت زي في حالات الاي بي دي، في بلاد لوس اللي هو بوجود بليدنج بالريكتام او ديزنتري، او في الالترا ساوند تلاقي باثولوجيكال فايندنج زي الفري فلويد ان ذا بروتونيوم، او تلاقي ثيكننج في السيكم او ثيكننج في التيرمينال اليوم او ثيكننج في الاسندنج كولون، كل ديت مانيفستيشن ان هي سكندري ميزنتريك lymphadenitis. دول الاسباب اللي ممكن يعملوا سكند ميزنتيك lymphadenitis، ودول اللي جاست ان احنا نفكرك بيهم، انما طبعا الليست اكبر من كده بكتير. ممكن تكون appendicitis، ودي اكتر سبب يشبه الاكيوت نون سبيسيفيك ميزنتيك lymphadenitis، ودي اللي لازم نفرق بينهم. وهنتكلم في النقطه دي بعد شويه. انت السسبشن طبعا كومن في الاطفال، او يعني من الحاجات الامراض المشهوره في البيدياتكس، انفلاكتو بيربرا الانفكشوس كولايتس، ودي مهم ان احنا ناخد بالنا منها، انفلاماتو باول ديزيز، سيستميك ديزيز زي الاف ام اف وسيستميك لوبس، مالجنسي الاتش اي في انفكشن والتوبركلوز. الحاجات اللي معلم عليها بالاسود التقيل دي اللي هنتكلم فيها، ومش هنتكلم في كل حاجه بس عشان محافظه على الوقت. الابندسايتس، الابندسايتس ستيل هي الابندسايتس اللي احنا عارفينها، اللي هي ان الجولد ستاندر بتاعها انك تاخد جود هيستوري، تعمل جود فيزيكال اكزامينيشن، واكسكلوجن ان يكون في اذر كوز تبقى موجود. كلنا عارفين الماكبيرن ساين، وطبعا الكونفيرميشن بيعتمد انك تعمل الترا ساوند او تعمل سي تي وتتلاقي الجود دايجنوستيك كاركتيريا بتاعت الاكيوت ابندسايتس. هنا في نقطتين، النقطة الأولانية إن في حاجة اسمها diseases mimic appendicitis، أشهرها الـ FMF، أشهرها الـ DKA، أشهرها الـ acute non-specific mesenteric lymphadenitis. لذلك خليك حريص جدا 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 وانت بتقرأ التقرير بتاع الألترا ساوند، ما تخليش يقول لك there is evidence of appendicitis أو no evidence of appendicitis، وإنما لازم تدور على الحاجات الموجودة ديت، إنك تلاقي مكتوب كاتب عندك مثلا إن في tubular بلايند اندنج ستراكشر، اللي هي الابندكس بتبقى انفليمد فبتكون واضحه اكنها تيوبلر ستراكشر، ثيكند وول سراوندنج باي انفلاميشن، او في فري فلويد في البروتون، الدايمتر بتاعها اكتر من 6 ل 7 مللي، لوس اوف جات سيجنتشر، يعني المفروض انك تشوف الميوكوزا والسب ميوكوزا والماسكولوزا، ده طبيعي في الالترا ساوند، لو انت ما قدرتش تفرق بينهم دي معناها ايفيدنس اوف ابنسايتس، ثيكننج اوف ذا سيكال بيز نون كومبريسابل هايبريميك، او تتلاقي ابندكو ليث اللي هي زي الفيكوليث. طيب
يبقى انت وانت بتدور في الالترا ساوند ريبورت خليه يتاكد ان هو كاتب لك دول. ليه؟ لانه وانس ان الطفل اتفتح هو الدكتور بتاع الجراحه هيطلع يقول لك كان في ابندسايتس، كويس، الا اذا هو اخد الليمف اخد الابندكس وعمل لها باثولوجي، وغالبا معظمها ما بيعملوش باثولوجي، وبالتالي الدايجنوز هيبقى ميست. لذلك احنا دايما نعمل وجات في فرصه ان احنا نتكلم عن الاف ام اف. 50% من الاطفال اللي عندهم اف ام اف عاملين ابندسكتومي لانهم يعني رونج دايجنوز ان هم ابندسايتس وهم كان في الاصل ان هو اف ام اف. انت السسبشن، انت السسبشن الكريتيريا بتاعتها المشهوره ان كوليكي سيفير ابدومينال بين بيبقى معاه فومتنج وبيبقى معاه ريد كرانت جيلي، لكن اللي بيتعلم كده بيبقى غلطان. ليه؟ لان الصفات دي موجوده بس في 30-40% من الحالات از تايم اوف برزنتيشن. يعني انت ممكن يجي لك طفل عنده كوليكي ابدومينال بين وفومتنج، وممكن تروح انت مشخصه اكيوت جاستروانترايتس لانه لسه ما ظهرش الريد كرانت جيلي. الريد كرانت جيلي ممكن تكون مانيفستيشن ليت، وبالتالي الطفل دوت مش هيتشخص بهذا الشكل. لذلك بنقول ان هو لازم يكون في هاي اندكس اوف سسبشن اذا كان جاي لك بطفل بسيفير ابدومينال بين وفومتنج. احيانا حتى ما بتطلب الترا ساوند تتلاقي التقرير جاي لك ان في ميزنتيك لينفادينايتس، فانت تاخد الموضوع ان هو في ميزنتيك لينفادينايتس ولا حاجه وخلاص. بس خلي بالك لان الدايجنوز بتاعت الانتا سسبشن محتاج حاجتين مهمين جدا في الراديولوجي اللي هم ايه؟ رقم واحد الباريوم انما، والباريوم انما هي بتعتبر جولد ستاندرد في دايجنوز في انتا سسبشن، ولكن مشكلتها طبعا ان هي مينيمال انفيزيف بروسيدور. الاحسن منها طبعا او الاسهل منها اللي هو الالترا ساوند. انت كده كده هتعمل الترا ساوند عشان تشوف الطفل دوت جاي بكوليك وسيفير ابدومينال بين، وانك هتشوف الميزنتيك لينفادينايتس. احيانا البين بياخدك انك تدور على الابندكس، لا بص بعد اذنك على بقيه على الانتستين على اساس انك هتشوف حاجه اسمها الدونات ساين. الدونات ساين دي من ضمن الكريتيريا بتاعت الدايجنوزيس اوف انت السسبشن، بتبقى شكل الدونات الانتستين داخله انفاجينيتد في بعضها، فبتدي لك المنظر الكاركترستيك اللي انت شايفه قدامك دلوقتي. انا فلاكتور بربر من الحاجات اللي احنا اتعلمناها من ايام ما كنا طلبه في كليه الطب وكنا بنشوف الحالات، والدايجنوز بتاعها سهل جدا، لان في 100% من الحالات لازم هتتلاقي فيه بيربيك اوبشن ويكون بالبابل بيربر اللي هي انافلاكتود لايك بيربر. وطبعا بيبقى معاها ابدومينال بين، ارثرايتس او ارثرالجيا، رينال انفولفمنت وهكذا. بس الثابت في الموضوع كله انك تتلاقي الراش، وبعد كده تدور على الحاجات التانية تتلاقيها موجود. خلي بالك يعني في حالة من كتر ما اتلسعنا في النقطة ديت يعني ممكن فعلا تنسيك اسمك. ايه اللي هي ايه؟ حاجه اسمها ليت بريزنتيشن اوف سكين راش. يعني ايه؟ طفل هيجي بسيفير سيجنيفيكانت ابدومينال بين، كويس، وممكن يتشخص ان هو ابندسايتس او يتشخص اكيوت ابدومين، وتعمل الترا ساوند تلاقي في ميزنتيك ليمف نود وما انتش لاقي فيه حاجه تانية، وتيجي فجاه بعد 4-5-6 ايام بدا يظهر في سكين راش. السكين راش دوت كان انافلاكتود راش، والطفل دوت وانس انه ياخد استرويد هيبقى كويس وزي الفل. هنا اسمها ليت بريزنتيشن اوف سكين راش، والحاله ديت طبعا تشخيصها بيبقى صعب. يمكن في حاله انا كنت شفتها مع الاخوه بتوع دمياط يمكن من سنه ونص كده او سنتين، كانت برضه اكيوت ابدومين، فضلت 5 ايام فعلا مجننانا ان هي فكرنا في الابندسايتس، فكرنا في ان هي تكون بدايه هيباتيتس او انتستاينال انفاركشن، ما تلاقناش اي حاجه بالحاجات ديت الا بعد 5 ايام بدا يظهر سكين راش. طبعا كان انافلاكتود بيربرا بس ليت مانيفستيشن اوف سكين راش. الاف ام اف فيها كلام كتير جدا جدا جدا، انا مش هدخل في التفاصيل بتاعته، انما بس انا هنوه بس على نقطتين هنا، ان هو فيه كذا سكورنج سيستم بيستخدم في التشخيص الاف ام اف. انا بالنسبه لي احسن 2 سيستم بستخدمهم اللي هو التركش بيدياتيك كريتيريا او المودوفايد تيل هاشمير كريتيريا. انا هنوه بس على نقطتين هنا، النقطه الاولانيه سواء التركش او المودوفايد تيل هاشمير الاثنين مفيش فيهم لاب اطلاقا، يعني مفيش حاجه اسمها الاكيوت فيسر اكتنت عاليه، مفيش حاجه اسمها الاميلويد ايه عالي، مفيش حاجه اسمها جينيتك ستادي والجين طالع بوزيتيف، دي مش محطوط خالص في الكريتيريا بتاعت الدايجنوزيس بتاعت الاف ام اف. رقم 2 ودي مهمه جدا، الاثنين دول اعتقد بيكملوا بعض. لو جينا شفنا
التركش هنتلاقي حاطط فيها حاجه اسمها البوزيتيف فاميلي هيستوري، دي مش موجوده في التلهشمير، يبقى ودي فيري سترونج. يعني على فكره من الحاجات الكويسه جدا انك تلاقي الاب او الام او الخاله او العمه عنده اف ام اف، فدي بيريحك خالص في التشخيص. المفاجاه بقت ان الاهل غالبا بيجوا مخبيين عليك وما بيرضوش يقولوا لك المعلومه ديت الا في الاخر خالص، اما تقول لهم والله الحاله ماشيه اف ام اف يقول لك اه ده ابوه عنده او خالته عنده او كده. الحاجه الثانيه حابب انبه عليها فعلا قصه في مكتوب عندك في التلهشمير حاجه اسمها الاسكوتال بين ديو تو اوكايتس. انا شفت حالتين فعلا ما كانش عندهم غير اوكايتس، سي في اوكايتس. طيب ايه السبب ان احنا ما بنشخصهمش؟ بقت سببين. السبب الاولاني ان البين بتاع الاوكايتس كان سيفير بدرجه شديده جدا لدرجه ان هو اخد الاتنشن ان الطفل دوت ما كانش قادر يمشي، عنده ارثرايتس، ان الطفل دوت عنده سيفير شيست بين اللي هو كان عنده بلوزي وبرضه مش قادر، يعني الاوكايتس اخد الاتنشن كله بتاعت الحاله. قصة الفاميلي هيستوري برضو زي ما اتفقنا مهمة. الفيفر خلي بالك منها ليه؟ لأن يعني الفيفر أحيانا ما بتبقاش موجودة، دي بيحصل في حوالي 5-10% من الحالات إلى حد علمي، وبالتالي دي اللي بتدوخك إن الطفل جاي بأكيوت أبدومينال بين، تعمل ألترا ساوند تلاقي ميزنتريك ليمف نودز، وتتلاقي الطفل دوت البين سيفير لدرجة إن هو أخد الأتنشن بتاعك. إنما لو أخدت هيستو كويس ممكن تتلاقي أرثرايتس أو أرثرالجيا، تتلاقي شيست بين، الانفلاماتو ماركرز غالبا بتديها عالية قوي. طبعا اللي بيساعد هنا لو عملت امايلود ايه وتلاقيته اكتر من 100 الطبيعي ان هو 6.8، انما لو طبيعي لو اكتر من 100 دوت ماشي اكتر مع الاف ام اف. وطبعا مهمه جدا وهي من ضمن الحاجات الكتير جدا في مصر مكتوبه اللي هو السالمونيلا والثيرابيوتيك ترايل والايكولاي وكامبيلو باكتر وايفن فيا انفكشن زي ابشتاين باير فيروس ممكن يعمل بزنتك لينفادينايتس ويعمل بيكتشر اوف كولايتس كمان. الكويس في الموضوع ان معظم الحالات ديت بتبقى سيلف ليميتد. الالترا ساوند هنا بيساعد كتير، يعني بيقول لك ان في ميزنتك لينفادينايتس ساكن، يقول لك والله ان في ثيكننج للباول وول، في فري فلويد في البروتون، فممكن يساعدك ببعض الداتا اللي تقول لك ان هي تمشي مع السكندري. طبعا لو عندك امكانيات ممكن تعمل ستول كلتشر، وان كان طبعا هي صعبه شويه في بعض الحاجات زي يرسينيا او كامبيلو باكتر لان محتاجه سبيسيفيك كلتشر ميديا. هقول كلمتين بساط على السالمونيلا والفيدال تيست. يعني ايه اللي بيحصل؟ الطفل عنده كونيك ابدومينال بين، او انا اسف عنده اكيوت ابدومينال بين سيفير سيجنيفيكانت، وعمل التر ساوند تلاقي في ميزنتيك لينفادينايتس، ممكن يكون عنده شويه بيكتشر اوف كولايتس، وبس هو مش ابندسايتس. فمن ضمن التحاليل اللي بتتعمل بشكل تلقائي يقول له اعمل فيدال تيست، ويجي الفيدال عالي. فتيجي الام الغالب برضو ان هي اخدت كورس 10 ايام انتيبيوتيك انجكشن على اساس ان هو بتشخص ان هو تايفويد فيفر. طبعا الكلام دلوقتي اتغير خالص يا جماعه، والجايد لاينز اللي حاططها دي دلوقتي هي منشوره في 2019 وهي استراليان جايد لاينز في دايجنوز اند مانجمنت اوف سالمونيلا نون تايفويد. طيب بنقول لك لو الطفل دوت عنده فيفر اعمل له بلاد كلتشر، لو ما عندوش فيفر اعمل ستول كلتشر، وبالتالي التشخيص بتاع السالمونيلا بيعتمد على الكلتشر ما عادش بيعتمد على الفيدال تيست. لو هو في الفيرست ويك الافضل تعمل بلاد كلتشر خاصه لو في فيفر، لو ما فيش فيفر بتعمل ستول كلتشر. طيب لو اتلاقيت البلاد كلتشر بتاعتك بوزيتيف هي السالمونيلا بكتيريميا بس انكمبليكيتد، خلي بالك بقت هنا لو الطفل اقل من 3 شهور هتبدا بارنترال انتيبيوتيك لمده 10 ايام ولازم تعمل سي اس اف اناليس، يعني لازم تعمل لامبر بانكشر. الكلام ده ممكن يكون غريب على بعض الناس بس السالمونيلا في مجموعه اسمهم هاي ريسك جروب. الهاي ريسك جروب دي انكلودنج الطفل اللي بياخد اميون سبريسيف، الطفل اقل من 3 شهور، الطفل اللي اللوكيميك اللي عنده مالجنسي، الطفل اللي عنده سيكل سيل ديزيز، كل دول معرضين بشكل كبير جدا يدخلوا في ميننجايتس ويدخلوا في اوستيومايلايتس. لذلك لو اي طفل اقل من 3 شهور تشخص ان هو سالمونيلا بالبلاد كلتشر او بالستول كلتشر لازم يتعمل له سي اس اف انالس. لو الطفل من 3 ل 12 شهر بياخد 7 دايز اوف بارنتال انتيبيوتيك
ونعمل سي اس اف لو في كلينيكال انديكيشن، يعني بدا يديفولب هيدك، بدا يديفولب ريزيستنت فومتنج، نبدا نعمل له سي اس اف. لو اكتر من 12 شهر بنبدا 7 دايز اوف انتيبيوتيك، بنبدا بالانجكشن انتيبيوتيك ونعمل شيفت على الاورال انتيبيوتيك. طبعا هو احسن انتيبيوتيك هنا هو الثيرد جينيريشن كيفالوسبين. طيب لو هو كومبليكيتد بمنجايتس، هندي اي في سيفوتكسيم اللي هو كلوفوان او سيفوتاكسون من 4 ل 6 اسابيع. طبعا نكمل البروتوكول، انا مش هطول فيه. والاوستوبايلايتس طبعا فتره العلاج من 4 ل 6 اسابيع ببارنترال انتيبيوتيك، طبعا بياخد وقت طويل فور تريتمنت. طيب لو الستول كلتشر طالعه بوزيتيف والطفل ده ما عندوش فيفر، بنقول ان هي سالمونيلا جاستروانترايتس. لو الطفل اقل من 6 شهور والجنرال كونديشن بتاعته كويسه، ممكن ندي 7 دايز اوف انتيبيوتيك وغالبا بندي اورال. لو هو فيبرايل بنعمل بلاد كلتشر، وممكن نعمل سي اس اف لو هو انديكيتد، وممكن نعمل ندي بارنتال انتيبيوتيك غالبا برضه هي ثيرد جينيريشن كيفالوسبورين او طبعا الكلتشر وسنسيتيفيتي تيست. طب لو الطفل اكتر من 6 شهور لو هو كويس وما فيش فيه غير دايريا، ممكن ما نديلوش حاجه وجاست اوبزرف. لو هو شكله انويل او فيفرش نعمل بلاك كلتشر، ممكن نعمل سي اس اف كلتشر تبع الجينرال كونديشن بتاعه الطفل، ونبدا بارنتال انتيبيوتيك ونستنى الريزلت بتاعه الكلتشر. ممكن نكمل الكلتشر، ممكن نكمل التريتمنت لمده 7 ايام. الاي بي دي انفلاماتوري باول ديزيز خاصه الكرونز بتيجي بيكتشر غالبا باكيوت، ممكن تيجي باكيوت ابدومينال بين او كرونيك ابدومينال بين، بس بيبقى معاه صفات تانيه زي ويت لوس، بيبقى معاه كرونيك دايريا مع ميوكس وبلاد في الستول، انفلاماتوري ماركرز بتبقى عاليه، بيبقى معاه ثرومبوسايتوزس انيميا. اما تعمل الكالبروتكتين في الستول هتلاقيه عالي. وطبعا الالترا ساوند بيساعد كتير في التشخيص، انك تلاقي فيه انفلاماتوري ماركرز وفي انلارج لينف نودز وفي ثيكننج في التيرمينال اليوم، وممكن يجي بكمبليكيشن زي ابسس او فيستولا. وبالتالي التشخيص غالبا بيبقى سهل في الاي بي دي بس لما تبقى الحاله ادفانسد، انما في الحالات في بدايتها ممكن يبقى صعب شويه في التشخيص لو انت مش اخد بالك. التفلايتس دي العيان اللي هو لوكوبينيك او نيتروبينيك، اللي هو الطفل اللي بياخد مثلا اميونو سبريسيف زي كيموثيرابي او بياخد بلونجد سترويدز. الطفل دوت ممكن يحصل انفلاميشن، والانفلاميشن دوت يحصل في السيكم وينتج عنه ممكن يحصل بيرفوريشن حتى في السيكم. طبعا بيجي باكيوت ابدومينال بين ميزنتيك لينفادينايتس، بس لما بتاخد الهيستوري تلاقي العيان ده اميونو كومبرمايزد او بياخد اميونو سبريسيف ميديكيشنز، والالترا ساوند طبعا بتساعد في التشخيص. هنا كنت انديكيت انك تعمل منظار، لان يعني طبعا العيان ده غالبا بيبقى بيرفوريتد فالمنظار هيبهدل الدنيا. التريتمنت طبعا بنبدا امبيريكال انتيبيوتيك، ثيرد جينيريشن كيفالوسبورين، السيفوتاكسيم او السيفوتاكسون، وبنبدا معاهم الفلاجيل. خلي بالك من الجاينيكولوجيكال كوز، دي غالبا البنات في سن 10 سنين 11 12 13 سنه. البنت ديت ممكن يكون عندها اوفيريان سيست، والاوفيريان سيست ممكن تبقى كومبليكيتد بتورشن او كومبليكيتد بانفكشن. طبعا هي سهل انك تشخصها، بس هي المشكله في انك تكون مركز ان هي اللي جايه لك ديت بنت فتره التين ايجرز وعندها اكيوت ابدومينال بين، والالترا ساوند موضح ان في ميزنتيك لينفادينايتس. خلي بالك احيانا اللي بيعمل الترا ساوند او انت ما تطلب الترا ساوند اطلب ابدومين اند بلفس عشان يبص لك على الاوفرز ويبص لك على اليوترس، لانك لو ما طلبتش ابدومين اند بلفس ممكن الدكتور الاشعه يعني يقول لك انا هو طالب ابدومين، تلاقي مركز في الليفر وفي السبلين ويبص بسرعه على الابندكس وما يكملش، فالحاله تبقى مزد منك. التريتمنت طبعا ثيرد جينيريشن كيفالوسبورين وفلاجيل. يوناري تراكت انفكشن، احنا اتفقنا ان هو من ضمن الروتين انفستيجيشن انك تعمل يورين اناليسيس في كل الحالات. طبعا لو هي في بايلونيفرايتس او في اليمنت اوف اوبستراكشن في يوناري تراكت، ده طبعا بيبان في الالترا ساوند، انك تطلب الترا ساوند كدني وبرضه ان هو يبص على يوناري بلادر في الالترا ساوند. لو قلنا في 3 حاجات لازم تتذكرهم من المحاضرة ديت،
لو في 3 معلومات نطلع بيهم من المحاضرة دي: رقم 1 ان البرايمري ميزنتيك لينف ادينوباثي it is acute, non-specific, it is benign, self-limiting, it is mostly post-viral, and it is diagnosed by exclusion. ان الالتراساوند ما فيش فيه اي حاجة غير في ان في ميزنتيك لينف نود, انما ما فيش فيه اي association تاني. السكند ميزنتيك لينف ادينوباثي بتتشخص انك تدور على الريد فلاجز اللي احنا ذكرناهم. رقم 3 ان في السكند ميزنتيك لينف ادينوباثي لو في ريد فلاجز خلي بالك من حاجتين, خلي بالك من الاتيبيكال بريزنتيشن, وادينا المثل بتاعنا اللي هو الانفلاكتور بيربرا والانتسسبشن, وخلي بالك من الاف ام اف, لان الاف ام اف احيانا تشخيصها بيبقى صعب شويه. شكرا جزيلا ليكم, وان شاء الله معادنا في المحاضرة الثالثة على التريتمنت اوف ميزنتيريك لينف أدينايتس.